امبارح في الصالون الثقافي في معرض الكتاب أقيمت ندوة بعنوان تواصل المأثورات الشعبية، والندوة تناولت جهود الراحل الدكتور أحمد مرسي كأحد رواد الأدب الشعبي في مصر. موضوعنا النهاردة كنا بنتكلم حوالين قضايا التنمية المستدامة والأدب الشعبي والتراث الشعبي، وقد إيه إنه ممكن يكون التراث الشعبي والثقافة الشعبية تكون محفزة للتنمية والتطور في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والوطني، وممكن كمان في بعض الآثار السلبية أو المأثورات الشعبية السلبية اللي هي ممكن تعوق التنمية وتعوق التنمية المستدامة. واتكلمنا على سبيل المثال ان النهاردة مصر بتسعى لان يكون في اوجه مساواة بين النساء والرجال في كافة المجالات، وبنشهد طفرة كبيرة جدا في تولي نساء الوزارة ومقاعد اكتر في البرلمان، لكن بنشوف في الثقافة الشعبية هناك بعض المأثورات الشعبية اللي هي بتؤثر على وعي الناس وبتخلي تعوق تحقيق القانون، بتعوق الدستور في ان هو يوصل للمساواة الكاملة. وبالتالي النهاردة اتكلمنا ان احنا لابد ان احنا ننقض التراث الشعبي السلبي، لابد ان احنا نفتخر بتراثنا الانساني الجميل اللي هو فيه احترام للمرأة، فيه احترام للمساواة، فيه احترام للتنوع بين الاديان، لان هذه القيم هي اللي بنقدر نبني عليها جمهورية جديدة، هي اللي نقدر نبني عليها وطن يتمتع فيه كل المواطنين بالمساواة. هناك كثير من المشتركات، ومصر بالذات تحمل كل هذه المشتركات بسبب وجود يعني فئات مختلفة من أو شرائح في المجتمع، من بدو ومن أهل بحر ومن يعني فلاحين وغيرهم الأمور، وهذه تشترك في جميع الدول العربية. هناك أهل السواحل وهناك بدو رحل وهناك بدو مقيمين وهناك مزارعين وغيرهم الأمور. أعتقد المشتركات كثيرة، وحتى الهجرات العربية هناك كثير من أهل مصر هم يعودون لجزيرة العرب، وهناك كثير منهم مثلا لجذور أخرى، فهي نفس المشتركات. طبعا الموروثات الشعبية دي موروثات نابعة من بنية الإنسان العربي، والاختزالات الفكرية بالنسبة الموجودة في الأمثال والحكايات الشعبية دي شيء أساسي بالنسبة للتطور العقلية العربية من زمان، ودي موتيفات متكررة سنجدها في كل الأمثال العربية، ممكن تجد تشابهات كبيرة بين فترة وفترة. فالمثل اللي في مصر ليه شبيه ايضا بالعراق مثلا او بالخليج، لكن مع تغير اللهجه اللي موجوده في المنطقه، لكن الفكره والحكمه اللي موجوده فيه هي نفسها. الحقيقه فرصه ممتازه وجيده ان يستذكر معرض الكتاب الدولي هذه السنه الموروثات الشعبيه بهذه الندوه، لقامه فكريه كبيره كالراحل الدكتور احمد علي مرسي، وواحد من الاساتذه المهمين الكبار الذين خطوا مشروع نتمنى من طلبته واساتذتهم جامعه القاهره كليه الاداب يعني الاستمرار بتسليط الأضواء على أفكاره ومشاريعه التي تحتاج إلى استكمال بين فترة وأخرى.